بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، يعطيكم العافية. معكم إيمان الخراز، معلمة التربية الإسلامية من أكاديمية ومدارس رؤى الفاروق. نستكمل معنا اليوم إن شاء الله يا سادة الجزء الثاني من رسالة موسى عليه السلام، وأهم الأهداف اللي رح نحققها اليوم إن شاء الله أن نتذكر أحداث دعوة موسى عليه السلام لفرعون ولقومه، وموقف فرعون من دعوة موسى، وأيضا أن نبين السحر العظيم الذي جاء به السحرة وموقفهم من معجزة موسى عليه السلام، وأخيرا نوضح عاقبة فرعون، أقصد هلاك فرعون. في الحصة الماضية يا سادس حكينا عن بدء الوحي مع موسى عليه السلام، وأن الله سبحانه وتعالى أمر موسى أن يدعو فرعون وقومه إلى عبادة الله سبحانه وتعالى، وقلنا هذا دليل على وحدة الرسالات. قلت لكم لو طرحت سؤال إلى ماذا دعا موسى عليه السلام فرعون، قلت لي أولا إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى وعبادته وحده، وهذا دليل على وحدة الرسالات. ثانيا أن ينتهي فرعون عن الظلم ويسمح لبني إسرائيل بالخروج من مصر إلى الأرض المقدسة كما أمر الله سبحانه وتعالى. وحكينا بعد هيك أن موسى عليه السلام طلب من الله أن يشرك أخاه هارون في أمره، هارون أخي أسجد به أدري وأشركه في أمري، فالله سبحانه وتعالى استجاب لطلب موسى عليه السلام وجعل له وزيرا من أهله وهو هارون عليه السلام. بعد ذلك ذهب موسى وهارون عليهما السلام إلى فرعون ودعوه إلى ماذا؟ إلى عبادة الله سبحانه وتعالى، وأن ينتهي عن الظلم ويسمح لبني إسرائيل بالخروج من مصر إلى الأرض المقدسة. وبعد ذلك أشرنا إلى موقف فرعون أنه رفض وتكبر على دعوة موسى عليه السلام وطلب معجزة، صح ولا لا؟ نتذكر مع بعض شو كانت المعجزة يلي أيد الله سبحانه وتعالى بها النبي الكريم موسى عليه السلام. خلينا نتذكر معجزة موسى عليه السلام. قلنا يا مس إن الله سبحانه وتعالى أيد موسى عليه السلام بمعجزات كثيرة وفقا أو تناسب طبيعة دعوة موسى عليه السلام. يعني إن شاء الله لما نيجي للجزء الثالث لرسالة موسى أو لقصة موسى عليه السلام سنتحدث عن صفات بني إسرائيل أنهم كانوا من أعند الأقوام يا أنس، ومن أكثر الأقوام تجبرا وكفرا واستكبارا، تمام؟ فبالتالي يا أنس طبيعة دعوة موسى عليه السلام بحاجة إلى تأييد كبير بالمعجزات، ولذلك الله سبحانه وتعالى أيد موسى بمعجزات كثيرة. ذكرت لكم منها أولا العصا التي تحولت إلى حية تسعى، تمام؟ أو إلى أفعى. وأيضا تحدثنا عن اليد البيضاء وذكرنا ذلك في قوله تعالى فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. ولكن حتى بعد هذه المعجزة، معجزة العصا واليد البيضاء، هل آمن فرعون ولا بقي على عناده واستكباره؟ أحسنتم، بقي على عناده واستكباره واتهم موسى بالسحر، قال لا هذه العصا إنما هي سحر من عندك فلنأتينك بسحر مثله. تخيلوا، تعاند واستكبر ووعد موسى أن يأتيه بسحر من هذا السحر الذي اتهم فيه موسى عليه السلام. ولكن قلنا أن هذه معجزة ليست سحر، وذكرنا معنى المعجزة مع بعض، قلنا المعجزة هي، أحسنتم، شيء خارق للعادة، يعني شيء غريب يكون لمين؟ للأنبياء، دليل على، أحسنتم، صدق رسالتهم، صح ولا لا؟ فقلنا معجزة موسى عليه السلام العصا التي تحولت إلى ثعبان أو إلى أفعى واليد البيضاء، لم يؤمن فرعون على الرغم من هذه المعجزة التي ظهرت أمام أعينه ورآها رؤيا العين، ولكنه عاند واستكبر. قلنا بعد ذلك أن فرعون توعد موسى عليه السلام بأن يأتيه بسحر عظيم. الله سبحانه
تعالى وثق هذه الحادثة في القرآن الكريم تحديدا في سورة طه، وقصة موسى عليه السلام بشكل عام من أكثر القصص ورودا في القرآن الكريم. فتجد مثلا في سورة البقرة تتحدث عن بني إسرائيل، في سورة طه، في سورة القصص، في سورة صاد، كثيرة هي السور التي تحدثت عن قصة بني إسرائيل ودعوة موسى عليه السلام لهؤلاء القوم، لأنهم كانوا قوما جبارين وقوما عنيدين جدا. يعني إن شاء الله صفات ما راح نأخذها في آخر جزء من قصة موسى عليه السلام. الله سبحانه وتعالى يقول: ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. يعني الله سبحانه وتعالى بعث موسى بالحق برسالة التوحيد لفرعون، وأراه من آياته، قلنا العصا واليد البيضاء، ولكن فرعون كذب وأبى، يعني ابتعد عن الحق. قال: أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى؟ قلنا إنه ما صدق بإنها معجزة، على الرغم إنه هو اللي طلب، دليل على صدق نبوة موسى، ولكنه بعد ذلك اتهم موسى بأنه ساحر. فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. يعني عاند فرعون وطلب من موسى أن يجعل له يوم يجمع فيه السحرة كلهم حتى يأتي بسحر عظيم، علما بأنه كان يعتقد أن الذي جاء به موسى هو سحر. وقلنا أن موسى جاء بمعجزة، يعني بشيء مؤيد من الله سبحانه وتعالى. قال: موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. قال موسى عليه السلام إنه خلص، كونك أنت بدك إيانا نعمل مثل اجتماع للسحرة، موعدكم يوم الزينة. ويوم الزينة يمس هذا يوم يجتمع فيه القوم مثل يوم العيد عندنا، تمام، مع فرق التشبيه، واضح؟ قال: موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى، يعني في موعد الضحى سيجتمعون الناس وسنرى السحر الذي يتحدث عنه فرعون. ففرعون جمع كل السحرة وطلب منهم أن يتحدوا موسى بالسحر على أن يعلي شأنهم ويعطيهم الأموال إذا تغلبوا عليه، يعني بين قوسين الرشوة. جاء فرعون وطلب من السحرة أن يأتوا بأعظم سحر ممكن أنهم يقدمون بين يدي موسى طبعا، وطلب منهم أو وعدهم بأن يعلي مكانتهم وشأنهم، يعني يرشيهم، يعني يصيرهم من سادة القوم إذا تغلبوا على موسى عليه السلام. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى، جمع كل السحرة وجاء بهم في هذا اليوم الذي تحدد هو يوم الزينة. خلينا نشوف شو بعدها صار. حدد موسى عليه السلام اللقاء بينه وبين السحرة، قلنا السحرة قلنا يوم عيدهم هو يوم الزينة، تمام. ولكن من لطف موسى عليه السلام بقومه قبل ما يبدوا بالسحر طلب منهم أن يؤمنوا بالله سبحانه وتعالى. قال لهم موسى: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. يعني موسى عليه السلام قبل أن يبدأ بالمعجزة أن يرمي العصا بين أمامهم حتى تلقف كل الأفاعي التي رموها السحرة، وإن شاء الله هلا رح نذكرها، طلب منهم قبل ذلك أن يؤمنوا بالله سبحانه وتعالى ويتركوا السحر، لأن السحر يا مس يعني من أكبر الكبائر، الناس اللي بتتعامل بالسحر الله يعافينا، لأن السحر يستلزم إيش؟ الكفر بالله الله يعافينا. بالتالي من لطف موسى في قومه طلب منهم أن يتركوا السحر ويؤمنوا بالله، لأن الذي جاء به معجزة من الله سبحانه وتعالى، ولكنهم رفضوا. لماذا؟ طمعا فيما عند فرعون، لأنه وعدهم بأن يعلي مكانتهم وشأنهم ويعطيهم الأموال الكثيرة. بالتالي ما صدقوا موسى وذهبوا مباشرة إلى الطمع، إلى خيار الطمع، أنهم طمعوا فيما عند فرعون. فبدأ السحرة بإلقاء حبالهم، طبعا كوننا إحنا نحكي عن السحرة فهم أعلم الناس بالسحر، يعلمون جيدا طبيعة السحر وكيفية السحر وكيف يكون السحر، واضح؟ فبدأوا بإلقاء حبال، كانت معهم حبال ألقوها فأصبحت أو خيل للناس يمس بأنها حيات تسعى أفاعي، تمام. والله سبحانه وتعالى أمر موسى بعد أن ألقوا كل الحبال التي معهم، الله سبحانه وتعالى أوحى إلى موسى أن يلقي عصا، فتحولت مباشرة هذه العصا
ساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. يعني بيقصدوا موسى وهارون، يعني اتهموا موسى وهارون بالسحر وبأنهم يريدون أن يخرجوا بني إسرائيل من مصر، ولكن هذا أمر من الله سبحانه وتعالى أن يخرج بني إسرائيل من مصر إلى الأرض المقدسة. فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. يعني قنعوا بما عند فرعون وأصروا على كفرهم في بداية الأمر وألقوا حبالهم فتحولت إلى حيات أو أفاعي. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. قال بل ألقوا، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى. يعني موسى في بداية الأمر أوجس في نفسه خيفة، يعني خاف في بداية الأمر لما رأى هذه الحياية أو هذه الحياة تسعى، ولكن الله سبحانه وتعالى طمأنه وقال له قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. لأنه بالنهاية مين اللي بيفوز، الحق ولا الباطل؟ الحق. وموسى عليه السلام جاء بالحق، جاء برسالة التوحيد، لذلك الله سبحانه وتعالى نصره وأيده بالمعجزة. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. واضح، وهنا دليل على انتصار الحق على الباطل، لأنهم جاءوا بالسحر ولكن موسى كان مؤيد بمعجزة من الله سبحانه وتعالى، فأكد الله سبحانه وتعالى هذه الحقيقة. ولا يفلح الساحر حيث أتى، يعني اللي بده يتعامل بالسحر الله يعافينا هذا عقدته وخيمة جدا. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. خلينا نشوف بعد أن ألقى موسى عليه السلام العصا وتحولت إلى أفعى حقيقية، هل تبدل موقف السحرة أم بقيوا على عنادهم وكفرهم كما بقي فرعون على ذلك؟ خلينا نشوف. إيمان السحرة أو موقف السحرة من معجزة موسى عليه السلام. قلنا لما ألقى السحرة حبالهم تحولت إلى أو خيل إلى الناس بأنها أفاعي تسعى أو حيات تسعى، والله سبحانه وتعالى مباشرة بعد ذلك أمر موسى أن يلقي عصا فتحولت إلى ثعبان وبدأت تلقف، يعني تأكل كل الحبال التي كان يخيل للناس بأنها أسعى. طبعا قلنا يا نساء شفتكم من قبل أنه السحر أو السحرة هم أعلم الناس بالسحر، يعني يعلمون جيدا كيف يأتي السحر وكيف يصنع، ولكنهم لما رأوا معجزة موسى عليه السلام ما قالوا إنها سحر وما استكبروا، لأنهم يعلمون تماما أن الذي جاء به موسى ليس بسحر. الله سبحانه وتعالى يقول فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. مباشرة لما رأوا معجزة موسى عليه السلام سجدوا لله سبحانه وتعالى وآمنوا أن الإله واحد وهو الله سبحانه وتعالى رب هارون وموسى. لأن السحرة لما رأوا يا نس معجزة موسى عليه السلام علموا يقينا أن ما جاء به موسى ليس سحرا بل هو معجزة من الله سبحانه وتعالى فآمنوا. لكن فرعون انزعج من الأمر كثيرا. الله سبحانه وتعالى يقول حكاية على لسان فرعون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم. هذا فرعون الذي يقول للسحرة كيف تؤمنون بدعوة موسى عليه السلام قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. يعني بقي مصرا على عناده واستكباره وأن موسى ساحر، على الرغم من أن السحرة يعني استأكدوا يقينا أن ما جاء به موسى ليس سحر بل هي معجزة من الله سبحانه وتعالى، وتوعدهم بالعذاب الشديد. هذا فرعون فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. يعني أصر على عناده وكفره واستكباره، وتوعد السحر الذين آمنوا بدعوة موسى عليه السلام بأشد أنواع العذاب.
مظبوط، هلاك فرعون ومن معه، يعني الذين كفروا واستكبروا مع فرعون. قلنا أن فرعون غضب وتوعد موسى ومن آمن معه من السحرة بالتعذيب والقتل إن لم يرجعوا عن إيمانهم، ولكنهم ثبتوا ولم يتراجعوا. لماذا قلنا؟ لأنهم علموا يقينا أن ما جاء به موسى ليس بسحر، إنما هي معجزة من الله سبحانه وتعالى، فثبتوا على إيمانهم. الله سبحانه وتعالى يقول مخبرا عن حالهم: قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. يعني بعد أن توعدهم فرعون بالعذاب الشديد أو بالعذاب المهين، هل خافوا من فرعون؟ لا، لأنهم آمنوا يقينا أن الدعوة الأكبر أو أن القوة الأكبر هي قوة الله سبحانه وتعالى. فماذا كان جوابهم؟ قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات، يعني الذي جاءنا من موسى أحق أن يتبع وأحق أن نؤمن به، والذي فطرنا، يعني هذا قسم منهم، يعني الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقهم. فاقض ما أنت قاض، يعني افعل ما بدا لك، افعل ما يحلو لك، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. يعني أنت إن فعلت ما فعلت سوف تفعل في هذه الحياة الدنيا، لأنهم علموا يقينا أن الآخرة بين يدي الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى هو المتصرف بحالهم وهو المطلع على أحوالهم. بالتالي يا مس، ثبت السحر على إيمانهم، وثبت فرعون على موقفه وكفره وعناده. طبعا أكيد كان مع فرعون من كفر بدعوة موسى عليه السلام. خلينا نشوف كيف هلك فرعون والذين معه. أوحى الله سبحانه وتعالى إلى موسى أن يستعد مع قومه للخروج من مصر، لأن هذا في بداية الأمر شو قلنا؟ أمر رباني من الله سبحانه وتعالى أن ينتهي فرعون عن الظلم، لكنه لم ينتهي، وأن يخرج بني إسرائيل من مصر إلى الأرض المقدسة. فأمر الله سبحانه وتعالى موسى أن يستعد مع قومه للخروج من مصر إلى الأرض المقدسة. فسار بهم ليلا سرا. طبعا لما علم فرعون مباشرة عد العدة واتبع موسى عليه السلام، يعني جهز جيش وذهب خلف أو وراء موسى عليه السلام حتى وصل إلى شاطئ البحر. طبعا تخيلوا الموقف، البحر أمام القوم، موسى عليه السلام مؤيد بمعجزة وهو كليم الله كما اتفقنا، وفي وحي مباشرة مع موسى عليه السلام. لما وصلوا إلى البحر، الظاهر من الموضوع أن البحر أمام موسى وقومه، ومن ورائهم من جيش فرعون. عقلا ومنطقا أن موسى هالك لا محالة، يا إما بالبحر يا إما بجيش فرعون. والقوم مباشرة استغاثوا بموسى وقالوا له: إنا لمدركون، يعني خلص ورانا فرعون وأمامنا البحر، كيف سننجو؟ ولكن موسى عليه السلام كان إيمانه بالله سبحانه وتعالى عميق جدا، فمباشرة قال للقوم: قال كلا، إن معي ربي سيهدين، يعني الله سبحانه وتعالى معي سيهدين إلى الطريق الأصوب. فالله سبحانه وتعالى أمر موسى مباشرة أن يضرب بعصاه البحر، فانفلق البحر فكان كل فرق كالطود العظيم، يعني أصبح كالجبل. البحر انشق بالنص، قسم صار على الجهة اليمنى وقسم صار على الجهة اليسرى، والطريق أصبحت يابسة حتى يعبر موسى والذين آمنوا معه. فصارت الطريق يابسة، وسار موسى ومن آمن معه إلى الجهة الثانية أو إلى الضفة الثانية. طبعا فرعون لما رأى الطريق يابس أو يبس، مباشرة سلكه خلف موسى، يعني قطع موسى البحر، فجاء فرعون واستغل الطريق اليابس ومباشرة قطع هذا الطريق. ولكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يغرق فرعون، لأنه كان ظالما وطاغيا وكفر وعاند واستكبر وادعى بأنه إله. غرق فرعون والذين كفروا معه. الله سبحانه وتعالى يقول: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. الله سبحانه وتعالى
ببدنه فحملت الأموات جثة فرعون، وهذا دليل يا مس على أن الذي يتحدى الله سبحانه وتعالى هالك لا محالة، الذي يطغى ويعلو في الأرض ويتجبر هالك لا محالة. فأخذت الأموات جثة فرعون حتى يكون عبرة للناس بأن عاقبة الكافرين المكذبين المعاندين الطغاة تكون كعاقبة فرعون. واضح يا مس؟ يعني لو استنبطنا بعض العبر المستفادة من هذه القصة، محبة الله سبحانه وتعالى وطاعة الله سبحانه وتعالى يجب أن تكون فوق أي أمر. يعني السحرة لما آمنوا بالله سبحانه وتعالى حتى بعد تهديد فرعون لهم ما تركوا دينهم، لأنهم آمنوا يقينا أن القوة بيد الله سبحانه وتعالى وأن كل أمر بين يدي الله سبحانه وتعالى، فما أعثروا طمعهم اللي كان بالبداية أو ملك فرعون على محبة الله سبحانه وتعالى. قالوا لن نؤثرك، تمام؟ يعني ما رح نقدمك على محبة الله سبحانه وتعالى. ثانيا، أن نؤمن يقينا أن الله سبحانه وتعالى دائما سينصر الحق، دائما الله سبحانه وتعالى مع الذين آمنوا والذين اتقوا. موسى عليه السلام لما كان مع القوم، مع قوم الذين آمنوا معه أمام البحر ومن خلفه فرعون بجيش كبير جدا، إلا أنه ما قال ما هذه المصيبة أمامي بحر وورائي فرعون، أبدا، قال كلا إن معي ربي سيهدين. كان إيمانه عميق بالله سبحانه وتعالى، متيقن تماما أن الله سبحانه وتعالى سينجيه من فرعون، وهذا الذي حدث. أيضا يا مس، نأخذ من هذه القصة ألا نتكبر على الحق وأن ننصاع يا مس إلى طريق الحق. السحرة لما رأوا معجزة موسى عليه السلام مباشرة ثبتوا على إيمانهم أو خروا لله سجدا وآمنوا بدعوة موسى عليه السلام، بينما فرعون بقي على عناده واستكباره لأن الحياة الدنيا كانت قد غرت فرعون. واضح يا مس؟ نحرص كل الحرص على إيماننا بالله سبحانه وتعالى، توثيق علاقتنا بالله سبحانه وتعالى، وتصديق المعجزة. انتهى درسنا لهذا اليوم، بتمنى تكونوا استمتعتوا واستفدتوا من هذا الدرس الجميل. كونوا بالقرب مع درس جديد. كانت معكم إيمان الخراز، معلمة التربية الإسلامية من أكاديمية مدارس رؤى الفاروق، وفي أمان الله دمتم.